لك شايوي. روحي طالعيني هني، بابا بقلب الثلاجة. أكشاي أنا كيف بدي أفتح هذا الباب؟ المشكلة ما في مسكة له حتى. هو موجود بشحنة تخزين ماما، بس وين المفاتيح؟ مفاتيح؟ هن لازم يكونوا مع هاد. وين المفاتيح؟ بابا وينهن؟ هاد. كيف بفتحها؟ نحن شو رح نعمل؟ أكشاي، ليش عملت هيك؟ ماما، تتذكري لما الشحنة تبعنا علقت وما فتح؟ استخدمنا وقتها مسطرة. ايه بنتي، جيبيها فورا. خد. بس مين هذا يلي حبس أكشاي هيك؟ قول مين بعتك؟ ليش حبست أكشاي بالشاحنة؟ مين بعتك؟ احكي. مفتوح. كيف بطفي الثلاجة؟ وكيف بدي افتح باب الثلاجة؟ لازم يكون في كبسة تفتح الباب. انفتح الباب؟ ها؟ انت؟ آشا؟ ماما لا تحاولوا تتساكوا. إذا حدا بيحاول يوقفني أنا راح أتصرف قدامكم وأقتل هاي البنت مع أبوها. تعالوا لهون. ماما أنا ما قلت لك لا تخلي حدا يلاقيك لو حتى شو ما صار. يلا موت هلأ. بابا خالتي، أنا إجيت هلأ لحتى أدور معكم. وينو عمي؟ أكشاي بالثلاجة بالشاحنة. مو معقول. أنا لازم أعرف أتصرف وأقتله قبل ما يصحى. أكشاي.
لك شاي. نبضه ضعيف، هو متجمد، لازم نأسرع. جيبوا أغطية لهون، لازم ندفيه شوي.